الحمد لله رب العالمين على الثقة الكبيرة من الكابتن خالد ومستر مايكل. الحمد لله الموسم اللي فات كان موسم صعب جدا، قدرنا نحصل فيه على بطولات. الكابتن خالد عمل إصلاحات كتير بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وهنكمل إن شاء الله بإذن الله الموسم دوت. وبشكرهم طبعا على الثقة الغالية إن هم توليت مسؤولية فريق 2007 السنة دي. الحمد لله كابتن خالد في اجتماعه السنة اللي فاتت معانا في أول الموسم قال الموسم ده تحدي للمدربين كلهم. بفضل ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله فرقة 2008 من أحسن فرق البراعم في النادي، ومستقبل النادي في 2008. فرقة 2007 برضو من أحسن فرق اللي موجودة في النادي، وإن شاء الله بإذن الله نكمل المسيرة السنة دي. تحدي كبير فرقة 2007، إن شاء الله بإذن الله نعمل حاجة كويسة، خاصة أن أنا كنت معاهم السنة اللي قبل اللي فاتت وعارف عناصر كتيرة منهم. إن شاء الله بإذن الله ندعم ونعمل موسم كويس إن شاء الله بإذن الله.